خلينا نروح للاجتماع المهم النهارده اللي عقدته الحكومه، واللي اعتقد كان فيه مجموعه من القرارات المهمه، سواء بموافقه الحكومه على مشروع قانون المرور الجديد. والحقيقه ان في تعويل كبير من قبل الحكومه على ان هذا القانون يستطيع ان يتعامل بشكل جيد مع مشاكل المرور اللي في حياتنا. والحقيقه ان مشكله المرور دي مشكله يعني ملحه جدا وخانقه جدا، الناس كلها بتبقى حاسه بيها. فان تضع الحكومه هذا القانون على اولوياتها، يعني انا اعتقد ان دي ممكن تكون نقطه ايجابيه. اعتقد ان الحكومه النهارده ناقشت كمان اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار، ودي اللائحه اللي يتم انتظارها بشكل كبير. هنضم الينا هاتفيا معالي السفير اشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير معالي السفير. مساء الخير يا فندم، ازي تحياتي حضرتك يا لحضرتك فندم؟ وللسادة المشاهدين. اهلا وسهلا يا فندم. عايزه بس افهم الحكومه النهارده، الاخبار بتقول ان في اجتماعها نجحت في يعني صياغه مشروع للمرور الجديد او قانون المرور الجديد سيتم عرضه على البرلمان. الناس اللي بتسمعنا دلوقتي معالي السفير بتقول يعني هل القانون ده هيساهم في حل مشكله المرور بالفعل؟ أولا أنا أعتقد إن القانون الجديد يعني هي نقطة إيجابية جدا، يمكن يكون طال انتظارها، لأنه الحقيقة القانون المعمول به حاليا صادر منذ عام 73، وكان يعني تعرض لأكثر من تعديل على مدار السنوات الماضية. وطبعا بطبيعة الحال المستجدات على أرض الشارع والواقع العملي يستدعي أن يكون هناك قانون جديد يعالج الوضع الحالي وما نراه في ما يتعلق بالسلبيات الموجودة حاليا في الشارع. طبعا مهم جدا انه احنا نتكلم عن السلامة المرورية للمواطن والسيولة المرورية ايضا، طبعا ان دي يعني موضوعات بتهمنا جميعا وبتؤثر على حياتنا اليومية. ايه اللي جاء في القانون ده؟ انا عارفه طبعا ربما التفاصيل الكبيره المتعلقه بالمشروع كله ما تبقاش يعني حاضره في ذهن حضرتك الان، لكن ايه اهم النقاط اللي هتخلي الناس سعيده بان الحكومه قدمت مثل هذا المشروع؟ زي ما حضرتك تفضلت في نقطتين في غايه الاهميه، السلامه المروريه والسيوله المروريه الاثنين. بالضبط. اولا هو يعني خليني اشير الى نقطتين يعني مهمين. اولا القانون بينشئ مجلس قومي للمرور والنقل برئاسه رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهره، ويختص برسم السياسه العامه للمرور والنقل ووضع خطط ووسائل واساليب النهوض بهم. اذا في زي يعني نقله نوعيه في تناول قضيه المرور وسياسات المرور في المستقبل. زي ما اشرت الموضوع يتعلق بسلامه المواطنين من النقاط. يعني هيبقى عندنا مجلس قومي للمرور برئاسه رئيس مجلس الوزراء تحت رعايه رئيس المزراء او يعني تحت اشراف رئيس الوزراء نفسه. بالظبط كده. كويس قوي. ده يمكن دي نقطه. النقطه الاخرى انه طبعا القانون او مشروع القانون استحدث جرائم مروريه جديده، ثم كمان استحدث وسائل مراقبه او وسائل عقاب قواعد الضبط المروري جديد. يمكن ابرز حاجه نقدر نتكلم عليها انه كل رخصه قياده يكون لها عدد من نقاط الصلاحيه. طبعا رخص القياده فئات متعدده. نقاط يعني ايه الصلاحيه فن النقاط الصلاحيه؟ هي نقاط صلاحيه كل فئه من فئات رخصه القياده لها عدد من النقاط لا يجاوز مقداره 50 نقطه. هذه النقاط يتم استنزالها بناء على الجرائم المروريه، بمعنى انه يكون رخص كده 50 نقطه، اذا ارتكب مخالفه مروريه معينه يستنزل خمسه ثم مثلا خمسه وهكذا. يعني لدي رصيد اذا ارتكب لدي مخالفات رصيد مروريه يتم السحب منه. بالظبط كده. طيب يمكن عرفنا كمان النهارده في الاجتمااع تمت مناقشه اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار، وحضرتك عارف ان في مطالبات واسعه جدا في المجتمع ان احنا سرعه اصدار هذه اللائحه، خلاص الحمد لله ولا ايه الاخبار؟ لا، هو الحقيقه اليوم لم يتم مناقشه اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار. هو قانون الاستثمار كان قد عرض على مجلس الدوله ومجلس النواب، ثم عاد هذا الاسبوع مره اخرى الى وزاره الاستثمار بعد
الاقتراحات او التعديلات او الملاحظات التي اضيفت على اللائحه. بناء عليه سيتم عرضه ان شاء الله الاسبوع القادم على مجلس الوزراء، ودي وبهذا ينتهي يعني ان شاء الله من ننتهي من لائحه الاستثمار. اعتقد ان معالي رئيس مجلس الوزراء كان قال معالي السفير ان الاسبوع القادم هيكون هو الانتهاء تماما من اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار. بالظبط كده، لان هو اللائحه انتهت يعني تم عرضها على مجلس الدوله وتم عرضها على مجلس النواب، وكان هناك بعض الملاحظات، ثم عيدت الى وزاره الاستثمار اخرى هذا الاسبوع، ثم يتم طرحها مره اخيره في ضوء ما تم وضعه من ملاحظات على مجلس الوزراء، ثم تخرج الى النور ان شاء الله الى التطبيق الفعلي. شكرا معالي السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا يا فندم لمشاركة حضرتك معانا.